بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، القسم بعد هذا نأخذ الخشية. أنت قد يبحين وقد قلت دونا الخشية على عبسيدة يدنا. الخشية هي خوف، لكن خوف بعلم. خشية وخوف لكن وعبسي أغالة. الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. خوف وقف كستو كائما كراء، لكن خشية وحكات ما دا علماء. إذن الخشية هي الخوف. هذا خشية أما عبسيدة وإذن خوفه وي. المبني على العلم بعظمة من يخشاه. تاسو كود بسن أقال كأه عبسل لقب بقيو أم وينين لوينين يو الله يعني أو ناور سبحانه وتعالى وكمال سلطانه يعني يعلم أن الله أنه لا يمكن أن يخرج من ملك الله وحو أقيا هاي إنا نكبه كرين بقطوية الله سبحانه وتعالى. نعم، بعد هذا نأخذ الذبح، أقسام الذبح. أنت كذب حين قادنا هنا قيبتا قورعة يا أقسام تيسا. الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. جورع وحوقي بسماء سدح قيبوت. ذبح لله. جورع إله لو جورع. عبادة وتعظيم. وعبادة يوينين. مثل الهدي والأضاحي والصدقات. سيدا هدي جا حلقة والروح حجينا يوكله أما سيدا الصدقين كل بحية أوكله. الثاني شرك أكبر. نوع على بعض وشرك جوين. وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما. إلهي غيرك إن لو جورعه تعالي يوينين أذو يعني معيسا. يذبح للجن. شن يقول جورعيا. يذبح لأصحاب القبور. قوة قبره كتر جورعيا. القسم الثالث من الذبح. قيف سدحات جورعه. ذبح جائز. وجورع بنان. يذبح حتى يأكل وقورعنا ياسي ويسوعنا. يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم وقورع يمحيل وننهي لبقلاء. يصح وأنصح جائز وحب النووي. من يعيد لي أقسام الذبح الثلاثة؟ يا يوسو علني أقسام الصدح ذا. نعم، ذبح عبادة وتعظيم. ذبح لمن الأول؟ عبادة وتعظيم لغير الله شرك أكبر. الثاني ذكرنا الأول شرك أكبر. يا إخواننا تركوه، ما أحد يتكلم. هو يتكلم، تركوه. نعم، الأول ذبح لمن لله، ذبح لله عبادة. والثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، ايش حكمه؟ شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، الله يفتح عليك. ولا سؤال نعم. لو يديه ذبحه وما يقوى قيسان وحي ذبحه وصدح قيبود ذبحنا وإلهي باللوق ورع سبحانه وتعالى وأنا بدع عبادة. اجلس اجلس هنا. ذبحنا اجلس. نعم، إلهي غيتي باللوصم يا وشرك أكبر، ذبحنا وجائز به. نعم، إذا هذه أقسام الذبح. أيضا عندنا أقسام النذر. النذر؟ نعم، النذر بدل يقول لله علي نذر ينذر. نعم، هذا وقتنا هذا وحقيبتي كلاه نذرك يعني قفك في أورانا يا إلهي بالنذر يقول أما شرد يقول سبحانه وتعالى. أي نعم، وهذا اللي جانبه. أي نعم، هذا حرستك تقدم هنا قليلا. هل كان ماذا حق سفرستك حق هوري؟ لا لا، هو في الخلف وأنت وحدك تتقدم. بس كفر. أيوة أجلس. هذا كفر اسمه. الكلام ممنوع يا أخوان. متفقين. شيء كذا يوحى الله قليل. أي نعم. طيب. أعطيهم السهوة اثنين. أرسل لهم مع هذا. أي نعم. طيب، إذن عندنا النذر ينقسم إلى قسمين. نذر كوع وقيب سماء لبقي بوت. نذر لله ونذر لغير الله. نذرنا ولله وإلهي بالله نذر سبحانه وتعالى. نذرنا إله غيرك بالله نذر. نذرك واحد عمل شرط جواي. النذر لغير الله شرك أكبر. نذر كألا غيرك أهو شرك أدوين. كذلك عندنا
كثير جدا من يحلف بغير الله. سيدا سوكل أكثر نذا وحى هذا قبضا قفك إلهي غيرك يكون دارني سبحانه وتعالى. الحلف بغير الله شرك أصغر. إلهي غيرك إن قد دارته هو شرك ير. وقد يصل الأكبر. إنه كجرس إنه جرى لقي يا بس كم وين. هناك من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحى ترى قف كل دارنا ينبح عليه الصلاة والسلام. يحلف بالحياة. وحقول دارنا يا بالأحياء أو. بحياته. وحقول دارنا يا نرشيسة. برأس الأب. وحقول دارنا يا مدح أب. بشيبة الجد. وحقول دارنا يا محوها يا جدك أوها عرديسة. يحلف باللحية. لا قرط كل دارنا يا. يحلف برقبته. قرطيس كل دارنا يا. يحلف بالذمة بالعهد بالأمانة. بلن عهدي وقلب كل دارنا يا. موجود. أنت ما شفته؟ حلف بغير الله. لو أمانة قال حلف بغير الله. نعم. أيوه. حلف بالأمانة حلف بغير الله. إن أمانة الغدرة وألا غير سبحانه يعني حلف بغير الله إله غير الغدرة سبحانه وتعالى. يحلف بالشوق بتربة. وحقول دارنا يعيدة. يحلف بتربة القبور. وحقول دارنا يعيدة قبلها. يحلف بالعروبة. بالقومية وحقول دارنا يا قومية يعني ودارنا يسمى قومية صح قومية وعندنا بعض من يحلف هكذا بالرقبة قفسان حقول دارنا يجراك تندبي صحيح ما شرتها وهناك من يعبد الشمس قف عبد أيها شراك الرحضة حتى جعلوا بعض الأشجار يسميها بعض الناس ها أنها عابدة للشمس صحيح إلى بعض الأشجار حتى نسبوها إلى عبادة الشمس والقمر حتى جذها قارفض وحول نسبيين يعني عبادة منوها يقرحها إذا سقط منه السن حدي وإلى كردعه إيش يصنع حوص مينيا يستقبل الشمس قرحه وقابلها ويناديها ودواقيا موجود عندكم أنت أكتين مثلا ويقول له أعطيني سن العروسة يا شمس قرحي إلك عروسة يسوع علي أي نعم موجود هذا من ينادي الشمس ويعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الشياطين ومن يعبد الفئران نعم ومن يعبد الجن واترى ذات قرحة هي الضيحة يمحوها هي الجن هي دولية هي عابدات ومن يعبد أصحاب القبور ذات عابدات قبور تقوى كترة العبادة حق لله عباده هو حق الأولى سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سورة قلمة وحكمة العبادة لله غيرك سبحانه وتعالى هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة معرفة الله سبحانه وتعالى كان هو أصل كأبوه الرئي أصول شدة هذا هو إلهي غيره سبحانه وتعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة أصل كاللبات ودين الإسلام كإن غقرته بالأدلة طيب لو سألك أي إنسان مسلم هدو قف قست كويدي قف من كويدي مسلم يا تهي تقول مسلم حضرني مسلم ما هو الإسلام إذا إسلامكم حوية من يعرف يعرف هو مسلم يا قرن يا وحس الذي يعرف الإسلام هذا هو المسلم نعم الإسلام قال هو الاستسلام الاستسلام لله بالتوحيد يعني يسلم يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة إسلام مضو وديبد وي وإلهي الإسلام سبحانه وتعالى توحيدك الإسلام بيا نعيدي السد حتى نصامرنا بعض الناس يقول لك لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات مسلم نعم لابد تسلم لله دتك قاركيو حليهم حين وتكنا فجرك الله برق عضوت طورك أخليه أفرق عضوت تقف هنا نعم الاستسلام إذن يسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا المسلم إسلام هو حوي الروح إنه الله يسجد سبحانه وتعالى توحيد كي سد حداها إنه صامرني لأن بعض الناس تسأل مسلم يقول نعم ذاك قاركي واحد ودين المسلم يا وعورني ها طيب لماذا لا تصلي إذن محادثة كان لا ذا قال أنا حر وحكورني حر بانا هي لا أنت بهذا عبد عند الشيطان. سداس أتقطع هاي أديتو أتقش هذا الحرني ماذا وحتكون نقاني وحتكوني زقف عبد يا شيطان كا. مسلم تسلم. مسلم كو ومتك مسلم إيش؟ تسلم لله. مسلم وقفك يعني تسلم لله لدى الله سبحانه وتعالى سيد الله وعلا. الاستسلام لله بالتوحيد.
وإن الله ليس ودي توحيدك ولا بد تنقاد لا بد تعمل بالشريعة وحلق مرمين أذهب جانس تودك عمل في الشريعة ذا والانقياد له بالطاعة إلهي إن لوجوه جانس الطاعة سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله شرك أهل كيسين لجبر النقو إذن الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله هذا إسلام هو إلهي سبحانه وتعالى ليس ودي بتوحيدك طاعة يسن لوجوه جانس مو شرك جن لجبر النقو هنا أجلس لا هنا هنا نعم ما هي مراتب الدين دين تمرتبة هذه هو محيطها ما هي مراتب الدين الله يفتح عليك يقول مراتب الدين ثلاثة مرتبة هذا الدين وسدح الإسلام والإيمان والإحسان والإسلام إيمان إحسان وكل مرتبة لها أركان مرتبة وحيلها هي تيرر بيلها هي ركنيه أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام هو ميقا خمسة وأركان الإيمان أركان الإيمان هو ميقا ستة والإحسان إحسان هو ميقا ركن واحد الله يفتح عليك هذه مراتب الدين إذن مراتب الدين ثلاثة اجلس هنا هذا مراتب الدين هو سدح نعم الإسلام والإيمان والإحسان وإسلام إيمان إحسان أركان الإسلام خمسة أركان الإسلام هو شن شهادة أن لا إله إلا الله إلا قراء إلى نتر المعبود حق لقع عبد الله سبحانه وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله لابد في لا إله إلا الله من ركنين لا إله إلا الله تقوم على ركنين نعم لا إله إلا الله وحاقص بين يكتغنا لبطير نفي وإثبات ديد مؤي السجتان كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله طاغوت كإن لقو قالوا وبو انت هذا الله رمين سبحانه وتعالى إذن لابد في لا إله إلا الله من ركنين هذا لا إله إلا الله وحيده هي لابد ركنين لا إله تكفر بجميع معبد من دون الله مرك لا إله إلا هذا هي وحاكو قالوا بيسا وحكستوا لعابدوا على غيره سبحانه وتعالى كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة والله وحكست ألا غيرك إلا عبد وعبادة باطلة وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له عبادة وحبصه يسعى الله وكريه سبحانه وتعالى يعني الذي لا يكفر بالطاغوت والله ما تنفع لا إله إلا الله متك عن طاغوت هو قالوب لا إله إلا الله ما أنفع يسعى إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله لا إله إلا الله وحن لو قمر من كريم طاغوت كان إلا هو قالوبه إله إلا الرمي سبحانه وتعالى نعم إذا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله تنفي تكفر بجميع ما عبد من دون الله لا إله إلا الله هذا وحكستو ألغيت لعابده بأنفي نساء كنا قالوا بيساء إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له إلا الله نوحي عبادة أصو قيسا ألا وكريه سبحانه وتعالى ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام وحنقري نبي محمد عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يمكن أن يأتي إنسان ويترجم عبد أي أن معناه رقيق مملوك لا يمكن صورة قل ما أها إن إريق عبدي الضون لغو تفسيره هذا أبطل الباطل هذا وباطل كان هو باطل سنوي كيف عبد يعني هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام الضون ماذا إلهي كان هو يعني محوها هي الضون يعني عبد ثان بدنوي لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام رد على المبتدعة إلهي سبحانه وتعالى طريق هذا اللي هو عبده وحيكو إيمان كرتا وكليا طريق عليه الصلاة والسلام أو أنه عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية أما هو الضون وماله وحيابها الرب لماذا أقارك إذا ما يمكن أن تترجم عبد أي أنه رقيق ما يمكن سورة قلمة إن عبد اللي هو ترجمينه هي الضون رقيق عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية عبد هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام وحوي محوى هايو أدوني مضو ما لها شيء كم إذا خصائص الرب لماذا عبد وحالك وذا أدو مضي إلهي اسم مخلوق الله سبحانه وتعالى كان قال له أقول عبادة بدل ونجمع له أيضا مع هذا أنه رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام تي هو رأى صور شكني وحن قدر إنه يا رسول الله سبحانه وتعالى أن لبيني نعم الركن الثاني من أركان الإسلام ركن قصد حادي أركان الإسلام ك ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام الله يفتح عليك
ما قال الصلاة خطأ، لو قال الصلاة خطأ. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ الصلاة موسى كتشوابين وحيري صلاة وقديدة، معنى سلم وحيري وأن تقيم الصلاة، يعني تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها وتنتفع عنك الموانع. إن الصلاة التي ما ضو سيدي الله سبحانه وتعالى وأمري شروط هذه التي ما ضو أي واحد لو يقنا إقامة الصلاة شروط هذه أركان هذه هيئات كذي هي مكملات كذا واحد وحيد ما يصير. إذن لابد في الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا باب حلقة مروان صلاة دوينة دولتي ما دو قابك الله سبحانه وتعالى وأمره. نعم. طيب. ثم قال كذلك وإيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة. سيدا صلى الله عليه وسلم محيري إيتاء الزكاة زكاة بحنت هذا. يعني لابد أن يأتي الزكاة تخرج من مال مخصوص. وحلقة مرمان الزكاة إن لقى بحيو حول الجارة في زمن مخصوص وقت جارة إلى طائفة مخصوصة حول الجارة على سينية مقدار مخصوص قدر قوان مقدار معين قدر قوان. ثم قال بعد هذا صيام شهر رمضان كذب عليه السلام وحو يري إن لصوم بشهر رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيل بيت قال إن لحجيه قف في كركرة. نعم. ثم بعد هذا ذكر الإيمان كذب وحو شيء إيمان كان هو المرتبة الثانية وأنا مرتبة اللبات. من يذكر لي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ يا أي شيء كراء أهل السنة والجماعة أكتر الإيمان حال وقحة. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تعريف الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب خطأ ناقص. اجلس. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يا أهل السنة؟ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هذا أخف كتاب. قول باللسان وتصديق بالجنان اعتقاد بالقلب عمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم هذه أمور خمسة. إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من أمور خمسة في تعريف الإيمان. قول باللسان. نعم. إيمانك مرك الله تعريف أهل السنة حوية وكو قول باللسان عرفك إن وحل قدر. لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة. قول باللسان عربك إن لغة دواقه وأرمشن أكو عربك إن لغة دواقه واعتقاد بالقلب قلبك إن لغة رمى يؤمنه وعمل القلب وعمل الجوارح عملك قلبك يعملك حبنها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية طاعة ونكو زيادة كو زائدة معصية وكو نقصانة. نعم هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. خمسة أشياء في تعريف الإيمان. أركان الإيمان ستة معروفة. نعم أركان الإيمان هو اللي يقانا تعريفت إيمان كنا وسداس أهل السنة جمع وقبان يقنا. نعم. سؤال سؤال. إنسان يقول بلسانه كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاءت بالشريعة هو يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه قف با أفكا وحكا وحك الصائر رسوش الشيء يبوكش الشيء لكن قلبك كما رميسن يعني فقط هو مؤمن بلسان أما بقلبه لا أفكم بمسلم مؤمن كيه لكن قلبك ميا. ماذا نسمي كما حان رأينا ماذا نسمي؟ نعم سميه هذا ليس بمسلم خطأ
منافق خطأ، ليس بمؤمن خطأ. لا أجل. من يعلم؟ نعم نعم باللسان ولا يعتقد بقلب، ما يعتقد ما يعتقد أبدا، يقول كل شيء باللسان لكن ما يعتقد بقلب، لا يعتقد بقلب يقينا، ظاهرا يعتقد باطنا ما يعتقد. أنا لا أعرف، أعطيني جواب واحد. نفاق اعتقادي، منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. نعم. إن قفك أفك كورنا يوحي بيض يعني شيء وإيمانك، لكن قلبك أنك أمين ومنافق نفاقي سوري، هاي نفاقي قال لماذا وهي والنفاق قال لماذا. السؤال الثاني، سؤال شلبات، عندنا إنسان يعتقد بقلبه، يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا لك وقف وحك استا قلبه كرميسا، لكن لا يقول بلسانه، أفكر كما الله قادر على الكلام صحيح معافى، وننعف ما تبكرك رأينه الله. إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والروح من سن وحل لوح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول بلسان، أفكر كما أرنكر، وهو صحيح معافى قادر على الكلام، صغو عافى ما تقبل وذكر إنه ماذا نسمي؟ حنك أكون مضعونا. نعم لا أحد يتكلم أخوان. نعم كافر أكبر أصغر؟ لماذا؟ تعال هنا تعال. نعم يقول كافر يا رجل يعتقد كل شيء لكن لا يقول بلسان، لماذا كافر كفر أكبر؟ أنا مكانك بس. نعم لماذا؟ فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم الله يفتح عليك اجلس. نعم إن وكافر ومحيلي فرعون أبا جهل ونن قلبي أنا ويكره ميسنا إبليس يعتقد بقلبه لكن أفكه كما يقول مفهوم. قلنا لكم الإيمان لابد فيه من أمور خمسة، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. إيمانك وحن نري شن شيء بان لو جمر مكرين شن توشيق وأخرنا يعرف كأن لو جرد واقو قلبي جاين لجرد ما يو محو هاي عمل كقلبي جا عمل كحبناها ينو زيادة ينقص عمه. نعم أركان الإيمان ستة، أركان تيرك إيمانك وشلح. الأول أن تؤمن بالله، خنقوه ريان الله سبحانه وتعالى مؤمن بالله مؤمن متى هذه يقول نعم ها كيف سيكو هذه كيف أؤمن بالله سين إله يكرمني سبحانه وتعالى يقول لا أدري وعرني يقرن ماي إذن غير مؤمن بالله خاص مؤمن معه لابد يتعلم كيف يكون الإيمان بالله. نعم وحلق مرمان إنه برتشده يعني محوى يوم يقول قلها الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية إله يرمين سبحانه وتعالى وحكنا سنة يسائل الرمية توحيد الربوبية كو والألوهية كان ألوهية إلى الرمية والأسماء والصفات أسماء والصفات إلى الرمية ويؤمن بوجود الله إنه الرمية ألا جرتانك سبحانه وتعالى ودل على وجود الله العقل إلهي جرتانك سوحة سنة عقلك والحس درينك يعني الآن تدعو حد وتجد أن الله سبحانه وتعالى يفرج حد ودعي سنة يساء وحد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يفرج كفر أيه والفطرة أبور كلفتي سقط السنة يا والشرع بآياته ومخلوقاته تقدم الشرع سقط السنة يا آيات الأسماء ومخلوقاته إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية
هذا الإيمان بالله وحكم سنيسا إلى الرمية توحيد الربوبية والألوهية كان ألوهية إلى الرمية والأسماء والصفات أسماء صفات إلى الرمية والإيمان بوجود الله جرتان إلى الرمية سبحانه ودل على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع جرتان إلى سبحانه روح تصين يا عقلك يا درينك يا فطرة يا شرع نعم الثاني الإيمان بالملائكة كان لبات إلى الرمية ملائكة وايا نؤمن أنهم عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم وحن رميسنا إليهن عالم إن جمك وإن أرك كريم خلقهم الله من نور ألا نور بكاء بوري يطيعون الله إلهي بيطيعين ولا يعصون ما عسنا يا لهم أرواح روح أرواح بلي روح وأجساد وإيه وأجساد جسد وأجر بلي وأجساد وعقول عقل بلي وقلوب قلب يل بلي حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا الدليل أن لهم قلوب إذن نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام ملائكة ودوم الرومينين وبما علمنا الله من أسمائهم يوحي الله سبحانه وتعالى عن كل أسماء هذا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت وصفاتهم أسماء القرآن قال غش يجي جبريل ميكائيل ملك الموت يتلمامه هذا والأعمال التي جاءت عنهم شقوين كأيقابنا يا جبريل موكل بالوحي عليه السلام مثلا جبريل وحى الله وكشي وحيه والأخبار التي جاءت عنه هي أخبار تحدث ونقت مت الإيمان بالكتب كتبت إن الرمايو نؤمن بأنها كلام الله إن هي كلام كلام الرمي سنة سبحانه تكلم بها سبحانه وتعالى إلهي إروقها لتبارك وتعالى منزل غير مخلوق الله حقي سأل قصدك مخلوقنا معها أنزل مع كل رسول كتاب رسول بلا كتاب ولا سودتي نؤمن بكل الكتب كتبت أنواع الرمي سنة هي وبما علمنا الله من أسمائها يوحي من عدد أن كوكناها إلا نبري سبحانه وتعالى القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. كذا قرآنك وكله التوراة وكله الإنجيل وكله صحف إبراهيم صحف موسى وكله. والزبور. هي زبور. وكذلك. كذا صوكله. الأخبار التي جاءت فيها. أخبار تورك حق كتبتها كتمت. والأحكام التي جاءت فيها ما لم تنسخ. أيوة أحكام تمشي كتمت. وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. إنه القرآن إنه يا إنه نسخ كتبها صورنا. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. صوشة إن الرمي عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأن ليس لهم شيء من خصائص الربوبية وحن رمينا إذا إن أنا إلهي مصوشه وأحكم إذا خصائص الله سبحانه وتعالى وأن الله أرسله الله إنه صادره وأوحى إليه إنه أوحى يودي وأيدهم بالآيات إنه آياته كحجي معجزات أدوا الأمان أمانة ذي اللوز الويقوتين نصحوا الأمة ومدوا أمنا السحيين بلغوا البلاغ المبين رسالة ذي ويقوت بقارسية جاهدوا في الله بكل أنواع الجهاد جهادي ذي النوعي سؤالنا بيكو جهادي نؤمن بهم إجمالا تطوب عن الرمينينا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه يوحي الله سبحانه وتعالى نقبر أسماء وضع وصفاته تلمامه وضع والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها معجزات يجعل لقوح وجيه آيات أحسن آياته لقوح وجيه يجعل والأخبار التي جاءت عنه ورق حقه ذو نقيمة أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام آدم عليه السلام أنبياء قف أبوه رسول شيء وحوه النبي الله آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام رسول شيء وحوه أبوه نبي الله نوح وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء وحى القصة وختم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفر أكبر ننكستو شيكتا النبي نمو النبي عليه الصلاة والسلام وبيناله وكافر كفر قوينا ومن يصدق فهو مثل كافر كفر أكبر كان سيدا أغرمين إسنا وكافر كالله مدوين الإيمان باليوم الآخر إلا الرمين مالك آخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت وح إيمان كآخر رمين تسبحوا كل سنة يا وح كستو موت كدم بيا يا دعيا خروج الروح نفت بحد هذا قبض الملائكة لها ملائكة غلدون إيسا صعودا بالروح إلى السماء إني حق السماء ذا الآذي تفتح وتغلق لأبواب السماء قارن بابد والله قارن والله رحل إياه ثم عودتهم بها للجسد كدبنا تركي والوسوع إلي يسمع قرع نعاله وحو مقلا يا قددك شنقد وضوكبها يوتان السؤال عن الأصول الثلاثة وحلو يديني السؤال شاء ستح ذي أصل نعيم القبر قبري قبر واقضي عذاب القبر عذاب قبري البعث بعد الموت إلا سوصل بحندون بعد الموت الحساب حساب إني جرتو
الجنة النار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة السلام من فضله وحن رمينينا مؤمنين إن ربي قضاء الجنة ذكو أركدونا سبحانه وتعالى حوض النبي صلى الله عليه وسلم درك النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر وحكستو دعاء قيري كذب دعيا يوحي كم يتهي رمينة آخره السادس من أركان الإيمان. كيف تسد هذا كانت إيمانك؟ الإيمان بالقضاء والقدر. إن الرميو جانقوين تأي قضاها الله سبحانه وتعالى. كيف نحقق الإيمان بالقضاء والقدر؟ سينكو حقيقة شكرنا إن الرميو قضاها يقدرك. نحقق الإيمان بالقضاء والقدر بأن نؤمن بمراتب أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. الإيمان بالقضاء والقدر وحين كر ما ينكرنا أفر مرتبطات من يعرفها؟ يا قرنكرا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر نعم واحد العلم كتابة ثلاثة المشيئة أربعة الله يفتح عليك ما شاء الله تعال هنا ولالك السؤال بلوي إذن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نعم مراتب الإيمان هو أفر وي كو وحوه ريا وعلمك لبا وحوه كحيك ومشيئة سد واحدة واحدة العلم طيب وحوه ريا العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء إن أظهر ما يسعين وألا تبارك وتعالى وحكست أوقي هاي الثاني الكتاب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة مد اللباط وكتابة يقرالك إن أذكر ما يسود أمنته إنه الله سبحانه وتعالى وحكست إنه اللوح المحفوظ كقرين نعم الثالث المشيئة أنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى نوع السد حادنا ومشيئة ودونس الله سبحانه وتعالى أمنته كون كان وحكست وكدع وحكود عيان دونس الله سبحانه وتعالى الرابع الخلق وهو أن العبد مخلوق وأعماله مخلوق مثله إن تن أفراد وحويان وأبورك إن أمنته الدونك إنه مخلوق يهي وحكستو كونك جنيهين وحلا أبو الله أبو سبحانه وتعالى إذن هذه مراتب أربع يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر تاني ومراتب تأفرت قضاء قدر كما تأفرت ويان أي علماء ذو الشيقين العلم أقونت والكتابة قرالك والمشيئة مشيئة والخلق هي أبورك جمعها الناظم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين إذن لابد أن نؤمن بالقضاء القدر هذا بوحى لغا مارمان إنه مينو قضاء يقدر كان نعم بعض الناس ينكر القضاء القدر ينكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء ذاتك قاركي قضاء هو إنكران قاركي وحي إنكرين علم الله سبحانه وتعالى وبعض الناس نسأل الله والسلامة يحتج بالقضاء والقدر على المعائب على الإيش؟ بعض الناس يشرب الخمر نسأل الله والسلامة دتك قاركي خمرك يا عبا يعني تقول يا أخي اتق الله لماذا تشرب خمر وحاتكون إلهي كعب سبحان خمرك وعبيسا قال لو شاء الله ما شربت الخمر وحقو أرنا هدو ألا دون الله أنو خمرك معبين هذا أمر كتب الله عليك وأرنا الله سبحانه وتعالى قري ماذا تصنع حات سمين لهيت تضربه حتى يغمى عليه واتقراعي لهيت لا أكمي الدولم فإذا أفاق مركو سوبر أرغو وقال لماذا تضربني وقول لهم هذا نيجي قرعي تقول أمر كتب الله عليك كتب أن الله نضربك ماذا أصنع يعني أنا وحنا فوق قرعي وأمر الله سبحانه وتعالى إيه قرينا فوق قرعة إذا اقتنع الحمد لله إذا لم يقتنع تضرب الثاني حضو فوق قرعة وخير هذو قرعة ويمر له هذو عدي نحن نقول هذا الكلام حتى نفهم لا تضرب أحد نعم وحنا سأولنا وين نفهمنا كودنا الروح قرعي لماذا تختار لنفسك طريق الشقاء حاد نفط هذا يعني ودورنا يسامحوا هاي وضدحن اختار لنفسك طريق السعادة أحسن الظن في الله نفط هذا ودوره طريقة في عن إلهي سبحانه وتعالى أبوها قاتل نعم المرتبة الثالثة الإحسان مرتبة لحاضوا إحسانك لحاضوا إحسانك الإحسان ركن واحد إحسانك هو هالشيء وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله ركن يهود سوحة أهانية إما إنه يتهي عباده
عبادة مشاهدة تعبد الله كأنك ترى. إما إليها عبادة لوجه ذو سيدة إناد الله عبد سبحانه وتعالى وأركي أوكلي. عبادة رغبة وحب والشوق فيما عند الله. أفلا أكون عبدا شكور؟ وعبادة دونس يتعايل دونس وي. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية. حديث تاءت كري ويدو صورة قلما ينتقب بحضور مرتبة ذكرة. وتسمى عبادة المراقبة، عبادة خوف وهرب. وعبادة وخاصة بأحمد يعني عبسي وعبادة تندم به. ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ ما هو الدليل ركنية الإسلام إيمان إحسان؟ ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ ما هو الدليل ركنية الإسلام إيمان إحسان؟ حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل هو دليل. جاء جبريل عليه السلام جبريل في صورة المتعلم المتأدب. جبريل وحكي من صورة إسقى أرضي أهوئك وهدنا ولي بأدب له. ظهر عليه أثر العلم في لباسه وحكم وقرأ آثار أقو علمي أهدركسة. لا إفراط ولا تفريط حد قدب إقامل من نماهين. في جلوسه جلس جلسة المتأدب فرد قاب أدب له يعني كفرده. لم يمد رجليه لقيه سما في ذنين. لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك كما قسلين ولا تكلم مع زميلي صاحبتي لما هذين. نعم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان النبي أبو دكرار عليه السلام جاء في صورة متعلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. وحكوي مت صورة أهقف أردين من عسلم وحكم إنه يهي معلم. طالب العلم لابد يؤدي حقوق ستة لابد يؤديها طالب العلم. قفك أردين وحال غربا لحق إنه قلته طالب علم. نعم تؤدي حقوق ستة لابد لحق بعد ذنيسا حق مع نفسي حق نفترضي كقول يا ذهي وحق مع زميلي حق صاحبك وكقول يا ذهي ومع كتابي ومع الكتاب. نعم كتابك حق وكقول يا ذهي ومع المكان الذي يدرس فيه حلك أفرد حق وكقول يا ذهي ومع الشيخ شيخ حق وكقول يا ذهي ومع العلم علمك حق وكقول مع نفسي نفترض حق وكقول العلم عبادة علم هو عبادة لا تقبل إلا بإخلاص وحاله أقبل إخلاص وكليم ومتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الطريق يسير عليه الصلاة والسلام حرص دذال تقوى على عبسي ورع زهد ورع يزاهد نمو قناعة صدق نفط هذه قرعة ظهرن ترك الكذب ترك الفواحش ترك المعاصي بين السجدة حمانتي مع شذا أردن حق مع زميلي حق صاحبك أقول إياه التعاون على البر والتقوى إن أتقول وذاك توت كل شر كوضو الله عبسي إسمه فلونك حق مع المكان حق وبوسك وقول إياه لا يمكن أن نجعل المساجد أماكن للبيع والشراء كما دقي إن مساجد إنه يهي ميلها وحلقوك لقته للعب للاتكاء إيش لله لعب لا للعب نعم عيار معها للأكل للشرب ميل وحلق للنوم لقوا عنا معها لا سحظة معها حديث عن الدنيا الدنيا لو غشك يستمر حديث عن السياسه سياسه لو غشك يستمر عن الصومال رئيس الصومال ذهب وجاء ما يصل هذا الكلام في المساجد وحير صوره قال ما حين سياسه لو غشك المساجد لمن سبحان الله فقط بالكلام بالتطبيق سياسه ليس لها علاقه بالمساجد الاسعار ارتفاع الاسعار صنع كذا ما يمكن ان تكون المساجد مكان لهذا نعم مساجدكم ما أهم مل سياسة لقى ما ملوا ما أها مل يعني أسعار تجس سوقك لقى ما ملنا ما أها ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه يأتي هذا يريد ذكر الله هذا قلت تدري ماذا حدث اليوم قال إيش حدث قال رئيس الصومال في المساجد ليس لنا علاقة هنا تدخل هنا تقطع كل علاقة بالدنيا أن قف مساجد بسوق لي يا قف عبادي سنة ينتو يما دو شاكو بلا بفرد قدر ولي هاي ما أنت حد عم مغلسة بدها وين التجميد بيجي مت ساسو خلي بركة مساجد عبادة الله قلت لك عليه عبادة دايا نعم حق مع الشيخ حق والشيخ بقول لي هاي انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط دتكو مرك الله في العلماء وحقوق بسمين لبض طرف يمد لح قسم يتمسح بالعلماء ويسجد ويركع لهم قارع علمذي بركي استوى مسح ذا وأربع وسجودا وقسم يسب ويشتم قارن علمذا واعيا
وقسم يتوسط قارنا والحات يحضر الدروس درسي وصو حاضريا يحفظ وحفظنا يا يعمل وعمل فليا يعلم وبريا يدعو للعالم في ظهر الغيب ددك ايو غيريا يذب عن عرضه كي وردت او دعينيا و دفاع يا عرضك هذه المحبه الحقيقيه وجعل لبطني حق مع العلم حق وعلمي وكقول اياه العلم لابد ان تحافظ عليه علمي قوانا ذات انتساه تراجع إذا تكون نقطة تعمل به وعمل فشاء تدعو إليه تدعو إليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان نبي قال وحبه صلى الله عليه وسلم وحبه يديه إسلام يا إيمان إحسان حقه حقه يديه نعم وقال له صدقت وحبه يرنبات شيكتي ثم سألوا عن الساعة حضنا الساعة قيام وحبه يديه قال من مسؤول عنها بأعلى من الساعة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام يدري متى الساعة وحو يري كل ويدين يا وما أقال بدنا كم ويدين يا إذا كل من ادعى علم الساعة والله كاذب وكافر خوف قصته صعد قيامها شجنا يا وابينالي وكافر قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها وحو يري واحد يقول رنتا علامتها اللي يقنا صعد الساعة أمر عظيم وجعل الله سبحانه وتعالى لها علامات نعم عضو أهل أدوين هل وحو يري سبحانه وتعالى علامات دوية فعلامات الساعة منها ساعد على ماذا هذا وحكى قال أن تلد الأمة ربتها يعني كثرة الرق وحائض بدنية معنى هذا ضم هذا بدنية أو يكثر عقوق الوالدين أما قوة واردين تعسيات بدنية أو تنقلب الأحوال أما حالته بأس بدلية أو يكون ملك لديه جارية مملوكة يتسرى بها تنجب له ولد ثم يموت الملك ويصبح الولد ملك فأصبح سيد على أمه وبقر وأدونتي سي قرصدي يعني كد علي إسنا دنتي المهيد الشيبة وحن نقنا سيد وحن نقنا هويد وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يعني فقر شديد ينقلب إلى غنى فاحش ذاتكي قاشد أها نكتا يكوهي سيو نؤمان تمحو دارات السنة يوحرك هذه يتطاولون في البنية وحيكوفا أنتم يان اسمها نعم فهذا جبريل عليه السلام جاء متعلما وسماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم كان ظهر عليه اثر طلب العلم كان جبريل ويمد وكم وقنيا يعني محو هاي انه ياهي متعلم صلى الله عليه وسلم كشك انه ياهي المتعلم كان موقني راتكي اردينمدا اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.